يا تقيل يا لولي امي. شو بك يا ماما يا تقبرين؟ شو بك؟ ليش عم تبكي؟ كيف كانت رحلة الايكول؟ بدي ابشي على حلي ذهبتوها في حياتي. ليش يا مامي؟ لوين اخذوكن؟ انا حديقه الحيوانات. ايه بس لولي بنوتي بتحب حديقه الحيوانات وبتحب كثير الحيوانات، ليه ما انبسطتي؟ ماما لانه اول ما وصلنا لهنيك اجى صاحب الحديقه وعيط علي، بعدين اجت المعلمه وسبقتني كيف يا فايده. يا مامي طب ليش اجى هيدا الزلمه وعيط عليك والمس باي حق بتسفقي الكف بقفا ايدها؟ شو كنت عم تعذبي؟ لا شو اللي بعذبك اذا عم كذب؟ والله بعذبك. طب لحظه مامي، شو كنت عم تعمل؟ لان انا بدي اعمل مشكل بهالمدرسه. كنت عم تعمل عصافير. انه شو فيها اذا بنوتي تعمل العصافير؟ شو فيها؟ كنت عم تعمل عصافير للقسوده والموره بشرف